انطلع يا بنت التوهيه، فين الكردان؟ وحياه النبي والنبى النبي، اللي ما هتطلع الكردان اللي هكون بعتكوا على الحجز وخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغايه لما يكسروا لكم عظامكم. فين يا بنت انت وهي الكردان؟ وحياتك يا ست حفيظه، ما نعرف حاجه. الست فهيمه طردتنا بره الاوضه. ايوه، وقالت ليني محدش يدخل هيني الا لما اقول لكم. هنقول لها ايه يعني يا ستي؟ خرجنا وسبناها وياكي في الاوضه. هي ما فيش غيرها اللي قالت اللي ايدي مش طايلاه من عثمان امد ايدي واخده من حفيظي. وحياه امك يا فهيمه الكلب اللي اكون مطلعاكي بلاوي زرقاء سودي، وهفضحك فضحت اللحمه اللي في السوق، وهقول للناس كلته ان هي حراميه. طب الحقي بقى، روحي بقى شوفي بقيه الذهب وتمني على الصيغه والحاجه، لا تكون خدت حاجه تانية ويا الكردان. يا مصيبتي الحقي، مش يا بنت التوهيه من هنا. خدي يا بنت، خدي خدي يا بنت. لا مش انت، امشي انت، تعالي انت. ايوه يا حضره العمده. انا جعان يا بنت. عايز تاكل ايه يا حضرة العمدة؟ ده في فراخ وملوخية ده أنا عايز أكلك أنت أكل كده. عم ماما بقول لك إيه، تعالي جوه كده وريني فيها إيه. تعالي. قالي ما شفتش الحلاوة دي بالجمال دي؟ لا يا عمدي. إيه وريني بقك كده. اسناني وجعاني. أم أنا دكتور سنان. وداني كمان. أنا دكتور ودان. يا وريني بس، وريني بقك بس. اسناني وداني وجعيني يا عمدي. إيه يا أختي؟ اسناني وداني. أنا دكتور سوداني. ست حفيظة سيدي. تعالي بقول لك. ست حفيظة سيدي يا عمدي. سيبك من حفيظة. خليكي معايا أنا. أنا اللي تركزي معاه وسيبك من حفيظة خالص. ست حفيظة يا بنتي سيبك منها، تقول حفيظة في دهني. لا يا عمدي. مع بعضينا كده عشان أنا عايز أقول لك كلمتين كده. بتعمل إيه؟ يا عرة الرجالة. وانت بتعملي ايه يا بنت عم؟ تعالي هنا. لا يا ستي. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، انت قولي بره، انت رايح فين مني؟ يا بلدي يا بتاع النسوان، انت ما بتتعدش. يهدك ربنا يا سيد، ياخدك ربنا يا سيد. تعالي لي هنا. اتفضل يا عمده، اتفضل يا خطو عزيزه، اتفضل. عثمان يا اهلا يا مرحب يا اخويا، اتفضل. اهلا اهلا، اتفضل. اعملي الشاي يا بت بسرعه. ماليش لزوم الشاي، اقعدي يا فهيمه، انا عايزك. خير يا عثمان؟ لا مش خير يا فهيمه. ليه يا عثمان؟ انت مش جاي عشان نتصفى؟ جاي يا اخويا نتصفى، بس بعد ما تصفي انت السواد اللي في قلبك انت ومراتك دي. احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله. طب يا اختي الحمد لله. شوف بقى، انا ما رضيتش يعني استغل اللي حصل ده وأكبر الحكاية وأشيل في قلبي وأعمل لكم فضيحة. أنا قلت أنا الكبير برضه وأنا العمدة، والكبير يعرف الأصول. فضيحة؟ فضيحة إيه؟ ما تتكلم دغري. فين الكردان يا فهيمة؟ كردان؟ كردان إيه يا عثمان؟ الكردان اللي مراتك خدته من صدر مراتي. كردان إيه يا أبو كردان؟ ده أنا لو قدامي مال الدنيا كله ما مد إيدي على حاجة حرام. الكردان قال. لا تقولي عليا يا بت، يعني أنت ما استغلتيش فرصة إن البت حافظة بسرعة ورحت سالت الكردان من صدرها وهي مؤمن عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لك ايه، انا صبرت عليك كتير وصبري طال. قوم يلا فرجينا على الكردان. كده كتير قوي يا عثمان والكل طفى. وشوف بقى، مش كل الناس تاكل حرام وتحطه في جوفها، ولا كل الناس تمد ايديها على حاجات غيرها زي حفيظي. وهي الحق عليها فهيمه ما سابتش حفيظي تموت. طب بتقول ايه يا يالا؟ اسمع بقى، الكردان ده لو ما ظهرش انا مش هقول لك انا اعمل فيك ايه انت والحراميه دي. هقول لك انا اعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك. انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا انكشف من هنا بدل ما اديك بالشوم على دماغك افتحالك. بس يا واد، بس ما تعليش صوتك، عيب عيب يا ابني. يا ابن الايه؟ يا ابن علوان. ماشي. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب على إيدك يا شيخ مبروك، أحب على إيدك تكلمني العوم دي. أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلوم والله. وبعدين لازم أخرج، لازم أروح أشوف فاطمي وأمي والولاد والمصيبة اللي جرت لهم دي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. وكان عليك ده بإيه بس يا أبو العيلة؟ والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي أخبيها عندي يا شيخ مبروك. شوف يا أبو العيلة، أنا استأذنت جنب العم دي إن أجي لك وأقدر أحدد معاك. أنت غالي عندي يا أبو العيال وأنت عارف. وأنت عارف معزتك عندي قد إيه؟ أيوه بس أنت غلط. أقسم بالله العظيم غلطت يا أبو العيلة، وغلط كبير أوي كمان. وندمان على الغلط دي. ومقام السايح ندمان عليه. ما هو مش كل مرة يا أبو العيلة. مش كل مرة هيسامحك، وعندك مهما كان العم ده يا غالي. يعني له هيبته ولازم الناس تحترم الهيبة دي. إيه واني اقدر اعمل غير كده؟ اهو انت سبحان الله عمال. يعني لما تخلي واد زي محروس دي يا ابو العيله. ليه؟ ايه الحكايه مش كده؟ الواد محروس دي. شوف يا ابو العيله، مش هنقضي الحكايه كلام محادثه يا اخويا. من افسد شيء عليه باصلاحه، كده ولا لا؟ وانت عمرك يعني بتقول حاجه غلط عن الشيخ؟ خلاص، يبقى انت كده بقى سبحان الله لازم تعوض العمر وتثبت له ولا ان نيتك صافيه، وعمرك عمرك ما تستخسر في عيوتها حاجه ابدا مهما كانت، واللي يطلبه تنفذه على طول. يوم بس يعني هو انا حلتي حاجه؟ يا ولا ما يبقاش مخك ظلم. امال انا بقول لك لو طلب. حاضر. شوف يا ابو العيلة، انت لغاية دلوقتي دماغك مش جايبة العم ده كان ناوي يعمل فيك ايه. ده لولاش انا اتدخلت وقعدت اتحايل على العم ده لغاية ما قلبي وجعني من المناه دي، والراجل الله يكرمه لما لقى قلبي وجعني قال لي خلاص خلاص يا شيخ مبروك اللي تقوله ماشي، بس الواد ابو العيلة دي لازم يثبت لي حسن نيته. واني قد الاول. خلاص انا بقى هروح للعم ده واقول له ان ابو العيله تحت امرك وطاعي يا عمده، واللي هتقوله وتحكم بيه ماشي ونافد. اي حاجه هتقولها للعمدي انا هنفذها. خلاص يا ابو العيله امشي يعني؟ لا تمشي. ايه يا زريبه انت هتفضل قاعد هنا زي ما انت لغايه ما انا اروح اقول للعمده، وانت قاعد هنا بقى اخويا رافع ايدك للسما وعمال تدعي إن العمدة يحن عليك ويرضى عنك، وعلى الله التسهيل. يا رب يا رب يا عم الشيخ. ادعي لي يا أبو العيلة. سلام. يا رب.